بعد ارتفاع أصوات المصطافين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحد من ظاهرة كراء المظلات الشمسية واحتلال بعض الأشخاص بدون رخصة للملك البحري، قامت السلطات المحلية بالتدخل من أجل توقيف هذه الظاهرة التي أصبحت تكسو شواطئنا المغربية في كل فصل صيف. وتجدر الإشارة أن الحكومة المغربية قد قررت مؤخرا إعادة فتح الشواطئ والمطاعم أمام المواطنين المغاربة من أجل الترفيه عنهم وإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع السياحي بالمغرب الذي تضرر من أزمة كورونا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.